بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم الإخوة الكرام مرة أخرى إلى فقرة كتاب ليغ إي كومبخوندغ. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى قصة جديدة عنوانها ليستواغ دي بوتي بواسون غورمون. ليستواغ دي بوتي بواسون غورمون، قصة سمكة صغيرة غورمون كما نقول أكولة، أنها تهوى الأكل. طبعا كلمة سمكة كما تلاحظوا بأن كلمة مذكرة، l'histoire des petits poissons gourmands. إذن طبعا لم نقول هنا petit ولم نقول هنا gourmande كما يحدث في المؤنث. إذن عندنا هنا un petit poisson dans un bocal, un petit poisson en prison. إذن un petit poisson dans un bocal, regardez-le, c'est un bocal dans lequel se trouve un poisson. إذا نتكلم عن هاد الإناء الذي توجد فيه سمكة. Un petit poisson dans un bocal. Un petit poisson dans un bocal. إذا سمكة صغيرة في هاد الإناء. إذا سمكة صغيرة في هاد الإناء. Un petit poisson en prison. إذا هي سمكة صغيرة في سجن. إذا كل سمكة صغيرة توجد في مثل هذا الإناء إلا وهي سمكة صغيرة في سجن. Un petit poisson dans un bocal, un petit poisson en prison. Il était une fois un petit poisson très gourmand. Il était, كما نقول بأن كانت. إذن هي كانت، هو كان. ولكن هنا نتكلم عن السمكة الصغيرة، كما قلنا بأن كلمة مذكرة. إذن سنقول هو كان، المقصود أنها كانت une fois ذات مرات. طبعا هنا une fois كما نقول مرة واحدة، تستعمل بكثرة في معنى ذات مرة. une fois مرة، مرة واحدة أو مرة، المقصود ذات مرة، واحد مرة. il était une fois un petit poisson، إذا كما نقول بأنه كان ذات مرة سمكة صغيرة très gourmand، جد أكولة، تحب الأكل بكثرة. Il était une fois un petit poisson très gourmand. Il habitait au fond de la rivière. Il habitait au fond de la rivière. Il habitait. إذن هي كانت تسكن. طبعا عندنا لو فيرب habiter. إذن السمكة كانت تسكن. Il habitait au fond. يعني في عمق. Au fond يعني في عمقي. عمق ماذا؟ De la rivière. في عمق النهر. إذن هاد السمكة كانت تسكن في عمق النهر. إلى بيتي أو فون دو لا غيفيغ دي ماتا أو سواغ، من الصباح إلى المساء. دي ماتا أو سواغ، من الصباح إلى المساء. دي ماتا أو سواغ إيل مونجي، أنها كانت تأكل. طبعا كما تلاحظوا بأن لو فيغ مونجي مصرف أيضا في لامبارفي تماما كما هو لو فيرب اتر. اذا كما تلاحظوا بان لا تيرمينيزون ديال لامبارفي انها نفسها مع هاد الافعال. اذا il était il habitait il mangeait. اذا لو فيرب ابيتي ايضا مصرف لامبارفي، انها كانت تسكن، كان ذات مره، ثم كانت تاكل. il mangeait هي كانت تاكل. طبعا هنا عندنا هو كان يأكل. دائما نتكلم عن السمكة اللي هي كلمة مذكرة. اون موش سوبوزي سور لو، عندما ذبابة سوبوزي انها توضع. رأينا فيما سبق لو فيغ بوزي وضع، سوبوزي يعني انه يضع نفسه. هنا نتحدث عن الذبابة انها تضع نفسها، المقصود انها تحط كما نقول. إذن quand une mouche se pose sur l'eau، عندما توضع ذبابة فوق الماء، ملي تجي واحد الذبابة وتوضع فوق الماء، hop le petit poisson gourmand saute et l'avale. إذن بمجرد أن الذبابة توضع فوق سطح الماء، hop يعني بسرعة، le petit poisson gourmand السمكة الصغيرة الأكلة saute كانت ترتمي.
احنا عندنا لو فيرب صوتي ايضا مصرف في لامبارفي صوتي. طبعا لو فيرب صوتي كما راينا اذا في القفزه لو شوفال صوت، لو شوفال صوت، الحصان يقفز. لو بوتي بواسون غورمون صوتي، لو بوتي بواسون غورمون صوتي. اذا السمكه الصغيره الاكله كانت ترتمي اي لافالي وكانت تبتلعها. تبتلع ماذا؟ استادير كي لافالي لا موش، لا موش كي سوبوزي سور لو، هي تبتلع طبعا الدبابة التي كانت توضع فوق الماء. إذا بمجرد أن الدبابة توضع فوق سطح الماء كانت هاد السمكة، كانت هاد السمكة ترتمي عليها وتبتلعها. إل إيتي أون فوا أن بوتي بواسون تخي غورمون كي لابيتي أو فون دو لا ريفيير دي ماتا أو سواغ إل مانجي. كون إل موش سوبوزي سور لو هوب لو بوتي بواسون غورمون سوتي إي لافالي. ثم عندنا La vieille grenouille. La vieille grenouille. Regardez-la. Il parle avec le petit poisson. La vieille grenouille. La vieille grenouille parle au petit poisson gourmand. إذا نتكلم عن الضفدع الكبيرة في السن طبعا أنها تتكلم إلى السمكة الصغيرة وتنصحها طبعا. La vieille grenouille. إذا الضفدع الكبيرة في السن طبعا هنا كما نقول هنا القديمة كي كونيسي لو موند التي كانت تعرف العالم. شفنا لو فيرب كونيتر مصرف أيضا ألان بارفي. كي كونيسي التي كانت تعرف، التي كانت تعرف كي كونيسي لو موند التي كانت تعرف العالم، التي كانت تعرف العالم المقصود بأن تعرف كل ما يجول في المنطقة وكأنها تعرف العالم. كي كونيسي لو موند لوي ديزي قالت لها، هنا قالت له لوي ديزي قالت لها بوتي بواسون غورمون أيها السمكة الصغيرة الأكولة بخون غارد أو بيشور، بخون غارد أو بيشور كما نقول هنا خذي حماية من الصيادين. المقصود هنا احذري من الصيادين كوم سيت أونفون par exemple مثل هذا الطفل. إذن petit poisson gourmand prend garde. طبعا هنا عندنا الفير بروندر فعل أخذ، prend garde كما نقول خذي حماية. au pêcheur من الصيادين، احمي نفسك من الصيادين، احذري من الصيادين. la vieille grenouille qui connaissait le monde lui disait قالت لها أو كانت تقول لها. طبعا عندنا الفير دير هنا صرف لامبارفي لوي ديزي، لوي ديزي كانت تقول لها، كانت تقول لها باستمرار بوتي بواسون غورمون برون غارد او بيشور، بوتي بواسون غورمون برون غارد او بيشور. تي مونجتو انت تاكلين كل شيء سون ريفليشير بدون تفكير، اي شيء إن ظهر لك الا وترتمي عليه بدون ان تفكري في العواقب، بدون أن تفكري في هذا الشيء هل هو مصيدة أم أنه أكل طبيعي. تي مونجتو سون ريفليشير، طبعا لو فيرب ريفليشير يعني فيها الفكرة. تي مونجتو أنت تأكلين كل، أنت تأكلين الكل، المقصود أنت تأكلين كل شيء سون ريفليشير بدون تفكير. أن جور تي سوغي بخي، في يوم ما أو كما نقول ذات يوم تي سوغي بخي، أنت ستكونين مأخوذة، أنت ستؤخذين. إذن في يوم ما أنت ستؤخذين. Un jour tu seras pris. Tu seras pris. أنت ستؤخذين. Un matin le petit poisson voit un gros ver dans l'eau. Un matin le petit poisson voit un gros ver dans l'eau. إذن ذات صباح le petit poisson voit. إذن السمكة الصغيرة رأت. عندنا هنا لو بوتي بواسون فوا يعني السمكة الصغيرة ترى. عندنا لو فيرب فوا مصرف في لو بريزون. لو بوتي بواسون فوا ان غرو فيغ، رأت دودة ضخمة دون لو يعني في الماء، فقالت بأن فرصتها لتأكل طبعا. إل نو غيفليشي با، إذا هي لم تفكر. إل نو غيفليشي با، إذا هي لم تفكر.
il se précipite il se précipite اذا هي سارعت طبعا عندنا لو فيرب se précipiter يعني كما نقول صارع il se précipite اذا هي سارعت اوب بنفس الطريقه ان ارتمت على الدوده اوب et le voilà pris وها هي اخذت et le voilà pris كما نقول بانه اخذ طبعا في المؤنث نقول prise كما قلنا بان كلمه السمكه كما قلنا هنا un petit poisson لم نقول هنا une petite poisson بل قلنا un petit poisson اذا نتكلم عن poisson بان كلمه مذكره هنا قلنا pris ولم نقول prise لان في المؤنث نقول prise اخذت لكن هنا طبعا نقول اخذت فقط لان في العربيه تاتي هكذا اما في اللغه الفرنسيه فكاننا نقول وها هو اخذ كاننا نقول هكذا اي لو فوالا بري وها هي السمكه اخذت كما نلاحظ في الصوره اذا كما قلنا لا فيي غرونوي كي كونيسي لو موند لوي ديزي بيتي بواسون غورمون برون غارد او بيشور تو مانج تو سان ريفليشير ان جور تي سورا بري Un matin, le petit poisson voit un gros ver dans l'eau. Il ne réfléchit pas. Il se précipite, hop, et le voilà pris. On le met dans un bocal, dans la chambre de Micheline. Micheline l'aime bien et lui donne à manger tous les jours. On le met. Comme on a dit ici, annana wadana. On le met. Annana wadana. Maksud b'anna wadiat. Dans un bocal, dans un bocal. Regardez-le. Le petit poisson est mis dans un bocal. السمكة الصغيرة وضعت في هذا الإناء. On le met dans un bocal. إذا وضعت في إناء. Dans la chambre de Micheline. في غرفة ميشلين. ميشلين l'aime bien. إذا ميشلين كانت تحبها كثيرا. ميشلين تحبها كثيرا. Il lui donne à manger. ثم كانت تعطيها لتأكل اي لوي دون امونجي ثم تعطيها لتأكل تولي جور كل ايام يعني كل يوم كانت تعطيها لتأكل اي لوي دون امونجي تولي جور ثم هي تعطيها لتأكل كل الايام فوك خويا كيلي اوغو هل تظنون بانها فرحة هل تظنون بان السمكة فرحة هل هي مسرورة بوجودها في هذا المكان وميشلين تعطيها لتأكل بدون أن تتعب السمكة نفسها في البحث عن الأكل هل تظنونها فرحة الآن؟ بوك خوي كيلي أوغو؟ نو لا إل غوغغات ساغيفيغ إل غوغغات ساغيفيغ إذن هي نادمت إذن هي تندم على نهرها إذن هي تندم على نهرها إذن ارتكبت خطأ ففقدت النهر وهي الآن نادمة على هذا النار الذي ضيعته. Il regrette sa rivière et sa liberté. Et sa liberté. ثم أن نادمة على حريتها التي ضيعتها. Il est bien puni de sa gourmandise. Il est bien puni de sa gourmandise. Il est bien puni de sa gourmandise. إذا هي عوقبت جيدا. إذا هي عوقبت كثيرا. على لهفاتها على الأكل بدون تفكير إلي بيا بوني دو سا غورمانديز إذا هي عوقبت على شراهتها في الأكل أون لومي دون زان بوكال دون لا شامبر دو ميشلين ميشلين لام بيان إي لوي دون أ مانجي تو لي جور فو كخوايا كيلي أورو نو إل روغغيت سا ريفيغ إي سا ليبرتي إلي بيا بوني دو سا غورمانديز إذا نستأنف الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.